عمو ابراهيم، يلا بينا. احنا لايف؟ لايف اهو. طيب تمام الحمد لله. لسه بس اول ما قلنا اول واحد اقول لك لا مش ترى مين سعيد مش الحظ. مشكلة، نقول السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نحكي على موضوع الشباب، كيف تحافظ على شبابك؟ طبعا لما حد بيسمع هاي الكلمة دائما بيتخيل الحفاظ على الشباب له علاقة بالأكل مثلا أو ب لا لا مش موضوع، أو مثلا بأدوية معينة، الحفاظ إكسير الخلود، يعني كان دائما الناس بتدور على هالإكسير اللي بيخلي الناس دائما شباب، لكن الناس بتترك الشغلة اللي ببلاش وبروح بركز على الأشياء اللي بفلوس. في أشياء ببلاش يعني ممكن تخليك تعيش الشباب لآخر لحظة في عمرك. أول شغلة إنك تعرف إيش المهم وإيش مش المهم في حياتك، لأنك راح تكتشف فيما بعد إنك إنت زعلت حالك وعصبتي على جوزك وعصبتي من حياتك وزعلت من مديرك وقتلت حالك عشان رزقتك اللي يعني مكتوبة من عند الله في النهاية على الفاضي. في حد يقول لك صباح النور يا دكتور. صباح الخير يا سيدي، صباح الخير. طب تعال ننزل تحت عشان الناس كمان. تفضل معنا. طبعا معنا اليوم معتصم، كثير الشباب من الشباب اللي أنا بحترمهم جدا، يدرس ويعمل ويجتهد ما شاء الله عليك. تعال ننزل تحت. تفضل. بعد بقول لك السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. تقول واحد حتى. ايوه انا. كان جميل. طبعا في نقطة مهمة. تعرف المعتصم الناس مرات تقول لك يا عم أنت عايش في هالمكان، طبعا بدك تطلع تحكي بإيجابية وكذا. وأنا راح أرد عليهم إنه أنت عايش معي في البلد. وانت عارف قديش الناس، قديش في ناس سلبيه في البلد ونفسها بس تترك وتطلع وتسافر اي مكان. مره كنت في دبي وكنا بالسياره وبعدين مرينا كان طريق صحراوي وبعدين لقيت شفنا جمل، فكان معنا وفد سياحي فلقيت الاجانب واقفين الباص ومبسوطين وبيصوروا ومكيفين ويا ويا سلام، فبطلع بقول يا الله نحن بالنسبة لنا هذا الموضوع عادي، ايش يعني تشوف جمل ولا تشوف صحراء؟ ما انا عادي، ما احنا اولاد الصحراء يعني. فاكتشفت في النهاية انه كل انسان بيدور على الشيء اللي مش موجود عنده، كل انسان بيطلع على الشيء المفقود وبيعتبره انه هذا هو. يا سلام الدكتور حسن متفائل و 130 شخص 138 كل انسان بيحس انه متفائل فقط لمجرد انه هو في مكان مختلف. وهذا الكلام يا ريت الناس تفهم هذا الموضوع، ارض الله واسعة والله هو الجميل. لذلك كلما ذهبت في رحلة للبحث عن الله ستجد نفسك تنظر إلى جمال الدنيا. يعني كل ما تقول أنا بدي أدور على الله هتلاقي حالك تصطدم غصب عنك بجمال الله في خلقه، لأن الإنسان لا يمكن تعرف، لا يمكن توصل لشيء إلا لما تندل على أشياء تدلك على هذا الشيء. الله لا يمكن أن نصله ونراه، لكن أن نستطيع أن نرى تأثير الله في جماله. لذلك الصحراء جميلة والبحر جميل والشجر جميل والجبل جميل والسماء جميلة وكل ما على هذه الأرض جميل. حتى الظروف الصعبة مرات بتعلمنا أشياء. وبالتالي أعلي الصوت شوي عشان صوت الريح. طبعا صوت فوق الجبل احنا ارتفاع كبير، سامحونا على الصوت لأنه يعني غصب عنا معنا 200 شخص يعني الدنيا بالنسبة لنا هون في كثير انتبه بس ما توقع. فهذا هذه النقطة الأساسية في موضوع الشباب. إذا أردت أن تحافظ على شبابك أولا حاول أن تعرف ما هي الأشياء المهمة وما هي الأشياء الغير مهمة. اعرف أنت مسؤول عن إيش، وأول شيء لازم تعرفه أنك مش مسؤول عن رزقك. الناس ميتة عشان لقمة العيش، ذابحة حالها ذبح عشان لقمة العيش. ما بقول لك ما تشتغل، اشتغل اتعب. نحن بتجينا أيام ما بننام. أنا كنت بحكي اليوم مع معتصم وبشوف كيف بيشتغل ثلاث أربع شغلات وبيدرس. أنا بحترمك لهالموضوع يا معتصم، وأتمنى دائما الشباب إنها تتعلم إنه أنت عندك الآن فرصة إنك أنت تجرب أكثر من شيء حتى في يوم من الأيام تستقر على شيء. لكن في النهاية الرزق على الله، أنت كل مطلوب منك إنك تأخذ الأسباب. ثانيا حتى تضلك شباب لازم تعرف تنتقي أصدقائك. فرجيني اصحابك بعرف بقدر اتنبأ مستقبلك. لا تقول لي مصاحب فلان وعلان وهم فاشلين او كسلانين او سلبيين وبعدين تتوقع ان تكون حياتك ايجابيه وتكون والله حياتك شباب. كان في عنا مثل للاسف الشديد هو حرام لكن كثير ناس بيقول لك يا اخي فلان معرفته بتقصر العمر.
طبعا حرام هذا الموضوع، لكن انا برايي انه في ناس معرفتهم بتقلل بركه العمر، بتقلل احساسك بالحياه. لذلك حاول تختار اصدقاء. تقول لي والله ما هو صعب، انت مش عارف مجتمعي محيطي. يا اخي يا اخي، الدنيا صارت كبيره اليوم، صار في سوشيال ميديا. اليوم انا ومعتصم تعرفنا على بعض من خلال الفيسبوك، وجدت شغله على الفيسبوك وهو مش عارف، بعثت له. سهل اليوم انك انت تحتك وتسمع من ناس. زمان كان الانسان ما بيعرفش الا حدود قريته، قريته بس. اليوم صارت العالم كله صار قريه، فبالتالي مش ضروري انك انت تصاحب الناس بمعنى انك تروح ويصير صاحبك وصديقك وتبعث له يبعث لك، لكن ممكن يكون انسان ايجابي صديقك بمعنى تقتدي فيه، تنظر كيف يفكر، تشوف كل انسان ناجح وتفكر زي ما بيفكر، كيف وصل لهالنجاح. مش تقول الظروف وانا والبلد ووضعي ولا وانت مش فاهم. شغلة الثالثة للشباب، excusers are losers. الشخص الذي يكثر من الحجج دائما فاشل. كل ما انت عندك حجج، ليش ما انت مش فاهم، هو ما انت مش فاهم جوزي، ما انت مش عارف جوزي، انت مش عارف مرتي، انت مش عارف اولادي. excusers are losers، جملة تكتب بماء الذهب. كلما كثرت اعذارك عليه العوض ومنه العوض. حاول تقلل الاعذار، حاول تقول انا مسؤول عن اشياء معينه راح احاول اتقنها. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا اي يتقنه، والاتقان ليس هو الوصول الى شيء معين. خلاص انا لازم اوصل للاتقان، هو ان تفعل ما تستطيع. الاتقان هو ان تفعل ما تستطيع، هذا هو الاتقان. المعسكر هيكون هنا دكتور؟ المعسكر راح يكون في هذه المنطقه، نعم. واللي راح يجوا عنا على المعسكر، للناس اللي فاهمه معلش خليني اضحك شوي، انا مش مكتب سياحي، احنا مش عاملين رحله سياحيه. اللي حابب يطلع سياحه هاي المنطقه موجوده، يروح يدخل على مكاتب سياحيه ويدور. احنا طالعين السياحه هي جزء بسيط من منظومه 5 ايام نتكلم فيها بواقعيه، بوجودي انا، جلسات راح تكون معي، سواء جلسات الجماعيه او الجلسات الخاصه. نحاول نشوف مشاكل الناس، نعلمهم كيف يحلوها بواقعيه، ما راح نعطي سمك، راح نعلم الصيد، بالاضافه الى وجود مختصين في مجالات متعدده، كل واحد منهم بيحمل فكر. عم نحاول نضع نوع من انواع التنوع، سواء عن طريق التامل، سواء عن طريق السايكولوجي، سواء حتى يعني حتى نحن عندنا مختص بالاورجنايزيشنال سايكولوجي. ايش يعني اورجنايزيشنال سايكولوجي؟ يعني في دكتورة ما شاء الله عليها متخصصة كيف تتعلم وانت كبير أدلت من الألعاب، تلعب ألعاب معينة تغير معتقدات دفينة في داخلك، لأنه نحن نتعلم ونحن نلعب وسعيدين. وبالتالي لما كنا صغار كنا نتعلم باللعب أسرع، لذلك الطفل حطه الآن على إكس بوكس ولا بلاي ستيشن 5 دقائق بيكون ختم اللعبة، لأنه بتعلم أسرع وهو بلعب ومبسوط. طب ليش لما كبرنا بطلنا نلعب؟ ليش صار انه الواحد اذا كبير خلص يعني راحت عليه؟ ففي العاب جميله طبعا ذات منشا سايكولوجي، هذا تخصص صار كبير وضخم في السايكولوجي، اورجنايزيشنال سايكولوجي، بيدور على موضوع التحفيز وبيدور على موضوع كيف تطلع افضل ما فيك وكيف تعالج كل تحدياتك اللي بتخليك ترجع لورا في حياتك. وراح يكون عندنا طبعا مختصين بالرياضه، لانه هذا المكان ما راح نقعد هيك ونرتخي، لا. الجدول اليومي لكل يوم مقسم بحيث انك تخلص اكتيفيتي تطلع للاكتيفيتي اللي بعدها. وما شرحناه في الفيديوهات اللي على القناه. نعم الفيديوهات اللي على القناه شرحت الموضوع، وراح يكون ان شاء الله في فيديو ايضا راح يشرح بالتفصيل. حاجه يشوف. بالضبط هاي معتصم قاعد بيذكرني. معتصم المبدع. فهي ليست رحله سياحيه. في حد بيسالك وين المعسكر؟ انسحبوا بالفيديوهات اللي على قناه اليوتيوب شرحها. نعم 4 فيديوهات. شوف يروح يطلع الفيديوهات موجوده، اسهل طريقه انك تلاقي هالفيديوهات تروح على قناتي على اليوتيوب. وتكتب الدكتور حسن المزين معسكر الواقع أفضل من الخيال، وحيكون في مجموعة فيديوهات تشرح كل شيء. بالنسبة للناس اللي حابة تسجل، أكيد طبعا نحن غير مسؤولين عن الفيزا، فلازم يكون عندك إما جواز سفر يساعدك على دخول رومانيا والاتحاد الأوروبي بدون فيزا، أو عندك فيزا مسبقة أو قادر على أنك تعمل فيزا. هاي مش مسؤوليتنا ولا باستطاعتنا ولا بإيدينا، وفي النهاية هذه ليست نهاية الدنيا. لكن إذا إلي نصيحة للناس، معسكري ولا مش معسكري، خد بريك من حياتك. مستاهل بريك. اطلع شوف طبيعتك اللي موجودة في بلدك. كل دولنا العربية جميلة،
ودولنا العربية فيها تنوع، وهاي الدول فيها تنوع، هذا خلق الله. ما في شيء اسمه أوروبا أحسن من آسيا، وآسيا الناس في أوروبا بتقتل حالها عشان تروح على آسيا وتجي عنا وتشوف الأهرامات وتشوف الصحراء وتروح على المغرب والجزائر وتونس والأردن وتشوف البتراء، ونحن قاتلين حالنا نجي نشوفها، كل واحد بدور على الشيء اللي ناقصه. ومعتصمين وصلت لا لا أنا بعمل بس عشان الريح، صد الريح هو عالطير، بس إحنا لا. أنا وياك قابلين للطير يعني أوزان خفيفة. على كل أحوال مش هنطول عليكم، مش ضروري أعيش كم سنة، المهم إنه الفترة اللي راح أعيش فيها، لأنه مهما طالت ستكون قصيرة، أترك في هذه الدنيا ما يدل على أنني كنت هنا، مش عشان الإيغو تبعي، بس عشان يجي شخص ما في يوم من الأيام ويقول الله يرحمها، الله يرحمه، عسى الله أن يغفر لنا ذنوبنا بدعاء آخرين سيأتوا بعدنا ليتركوا أثرا طيبا. وبالمناسبة هاي أدعو بالرحمة إلى والدتي، الله يرحمك يا أمي. شكرا لكم جميعا، خذ لك هيك جولة.